Well, thank you so much, but you know, كما قال صاحب السمو نحن دبلوماسيون فبالتالي لا يعتقد أنه يمكننا أن نجيب بنعم أو بلا فجزء من عملنا هذا جزء من معايير عملنا ولكن سأجيب عن الموضوع من زاوية أخرى يجب أن يكون هناك مقاربة شمولية للموضوع وأن ننظر إلى كل ما حدث في أعتاب السنوات السبعين التي جاءت بعد تشكيل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية المدمرة والهيكل الجديد الذي يحافظ على القانون الدولي وهو ما سيكون الدليل الإرشادي الأساسي كي أي أن لا نتهاوى أو نخوض مثل هذه التجارب المدمرة إذا كنا سننظر إلى التجارب التي حدثت في المنطقة وخاصة الأزمة الفلسطينية والتي نرى فيها انتهاكات كبيرة للقانون الدولي فبالتالي يجب أن تكون هناك طريقة شمولية للحفاظ على القانون الدولي وأن لا ننجر أكثر في انتهاك ميثاق الأمم المتحدة.